الحمد لله ده تتويج للمجهود اللي بيحصل في كل الألعاب الجماعية. الحمد لله في تناغم تام بين الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي ومجلس الإدارة. تدعيمات حصلت كتير قوي الحمد لله السنة اللي فاتت، أدت يعني النهاردة هو أدي بوادر اللي حصل من تدعيمات للفرقة، واتوجت النهاردة بنهائي كاس مصر، والحمد لله زي ما شفنا كلنا اللعيبة رجالة من أول الماتش ومتسيدين المباراة، واستمرارا للمجهودات اللي بتحصل اللي ان شاء الله لسه هينتج عنها حاجات كتيره قوي في كل الالعاب الجماعيه طبعا، بالاضافه للعبه الام كره القدم ان شاء الله.